بسم الله الرحمن الرحيم. نحن فخورين اليوم بإطلاق التصنيف الاجتماعي للشركات الاجتماعية والتي لها أثر اجتماعي على مجتمعنا. اليوم خرجنا 27 شركة ذات تأثير اجتماعي. نتمنى إن شاء الله في المستقبل القريب أن يكون هنالك شركات تلحق بهذا الركب. هذه المجموعة إن شاء الله بيكون لها محفزات لتأثيرهم وخدمتهم لمجتمعهم. نتمنى إن شاء الله للمجموعة التوفيق ونتطلع للمجموعة الجديدة إن شاء الله في المستقبل القريب. اليوم أطلقنا بكل فخر تصنيف الشركات ذات الهدف الاجتماعي اللي هو الأول من نوعه في الدولة والأول من نوعه في إمارة أبوظبي. هذا التصنيف عبارة عن تصنيف للشركات ذات الهدف الاجتماعي لتمكين أعمالهم وإعطائهم محفزات تمكنهم بتقديم خدماتهم في إمارة أبوظبي وكذلك تميزهم عن الشركات الأخرى. اليوم هذا التصنيف بدأ بوضع سياسة من قبل دائرة تنمية المجتمع وتم أعطى الصلاحية لهيئة المساهمات المجتمعية معا في إصدار هذا النوع من التصنيف. اليوم احنا أعطينا هذا 45 شركة تقدمت للحصول على هذا التصنيف و27 شركة استطاعت الحصول على هذا التصنيف. تم تصميم علامة خاصة لهذا التصنيف اسمها علامة أبوظبي الاجتماعية. هذه علامة تميز الشركات الاجتماعية في إمارة أبوظبي. السلام عليكم ورحمة الله. سلام العميمي مدير عام هيئة المساهمات المجتمعية. اليوم نحن نتواجد في حدث وايد مهم يعتبر الأول من نوعه في دولة الإمارات وسبق لإمارة أبوظبي. مثل ما تعرفون حكومة أبوظبي تضع أهداف كبيرة على القطاع الثالث وهذا الحدث يسعى إلى تمكين وتقوية وترسيخ دور القطاع الثالث في الإمارة. الحدث هو تصنيف المؤسسات المجتمعية وإعطاهم شعار أبوظبي للمؤسسات المجتمعية والذي يهدف بشكل كبير إلى تمكينهم وإعطائهم الدعم اللازم لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشائهم.